هو حسن بالمرء أن يستشعر عظمة ربه وأن يفيء إلى خالقه وأن يتدارك نفسه قبل الموت. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث: لو علم الناس عظمة رحمة الله لما يئسوا منها. والله جل وعلا يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويقول: ورحمتي وسعت كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في فلاة حتى إذا كان بظهر الفلاة ظلت عنه راحلته فلما أيس منها مكث ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ أصابته غفوة فأفاق فإذا براحلته عند رأسه، فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا الذي ظلت ناقته وراحلته في الفلاة. مجمل هذه النصوص أيها الأخ المبارك خالد، وإن كنت قد جهرت بالمعصية عندما أخبرت بها وجهرت بها، هذا إثم، هذا نفسه ذنب، هذا نفسه معصية. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المعنى أن من جاهر بالمعصية عياذا بالله لا يدخل تحت أن يغفر الله عز وجل له ابتداء، لأن الله عز وجل قد يغفر العبد للذنب وإن لم يتب، قد يغفر العبد للعبد ذنبه وإن لم يتب، يغفره تكرما عليه، لكن من جاهر عياذا بالله بهذا قد لا يدخل في هذا. هذا من معاني كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أنت الآن جمعت بين سيئتين، سيئة الذنب وسيئة المجاهرة به، لكن كل من الذنب وكل من المجاهرة يدخل تحت باب التوبة، فباب التوبة لك ولأمثالك مشرع مفتوح، لا يمكن لأحد يعلم من العلم مثقال ذرة أن يتجرأ ويسده. لكن أوصيك بأمور أعظمها كثرة النوافل. من النوافل التي ترغب فيها صلاة الليل، يقابلها شيء آخر مسدا للغير إن كانت والدتك ما تزال حية فبرها، فإن بر الوالدة يحط الذنوب. حتى جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فأبت، أي رفضتني كزوج، ثم خطبها غيري فقبلته، قال: فحنقت علي فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: يا ابن أخي، أمك حية؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، أكثر من التوبة والاستغفار. ثم إنه خرج ابن عباس من مجلسه الذي أفتى فيه بهذه الفتوى، تبعه أحد تلاميذه يقال له عطاء، فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه. قال: نعم. ثم قال ابن عباس، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين ودعا له بحسن التأويل وهو في مكانته رضي الله عنه وارضاه، قال: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة، فأنت يا أخ خالد، وهذا لنفسي ولك ولكل مؤمن، إذا كانت الوالدة حية فبرها برا عظيما، لا تنتظر أن تطلب منك والدتك الأمر، إنما خذ طلبها من عينيها، بمعنى أنك كلما غلب على ظنك أنها تريد شيئا قبل أن تفصح عنه أن توخاه وأتي به وأرضها. مثل هذا أيها المبارك يحط الذنوب. حتى عليك بكثرة الاستغفار، كثرة الصلوات، واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء حتى ولو كنت من قبل مجاهرا بالمعصية. وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه وأن يفيء إلى خالقه وأن يؤوب إلى علام الغيوب وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله عز وجل إلا إليه. ولو لم يكن الأمر مقام جواب لغيرك لا أطلت أكثر، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.